في إطار الشراكة اللي كتربط منظمة مطقش ولدي وجريدة مروكو وورد نيوز، قررنا على أننا نتابع كل ما يكتب وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لاحظنا جميع بأن كاين الناس اللي عندهم الغرض غير بالبوز، البوز أنهم يصوروا الوليدات أو يتصوروا معهم، كاين الناس اللي بغاو يتزوجوا بالقاصرات، كاين الناس اللي بغاو يربيو، كاين الناس اللي بغاو ياخذوا البنيتات اليتامى بغاو ياخذوهم خدامات في الديور، وهذا الشيء كله كيألمنا جميع. منظمة ما تقيش ولدي عندها صفة المنفعة العامة اللي كتخول لها أنها تابع هاد الناس قضائيا، فكل من تبت عليه أنه عرض طفل من أطفال ضحايا الزلزال للاعتداء فغادي نتابعه قضائيا.